أهلا بحضراتكم مرة تانية في مدينة برلين، العاصمة الفيدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأكبر ولاياتها 16 من حيث عدد السكان حوالي 3,700,000 نسمة، وتعتبر أهم عواصم المعارض في العالم على الإطلاق. مدينة جميلة وشديدة الهدوء، وكل أطرافها محاصرة بالمصانع وبتنام من الساعة 7. برلين زي ما قلنا بتحتضن في شهر فبراير من كل عام في قاعات ميسي برلين اللي عددها حوالي 27 قاعة معرض فروت لوجيستيكا، أكبر معارض العالم المتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية. كل دولة بتعرض منتجاتها في جناح ضخم خاص بشركتها، وطبعاً مصر بتشارك بقوة من خلال شركتنا الزراعية بهدف زيادة الصادرات الزراعية والحفاظ على أسواقنا في العالم وترك أبواب الأسواق الجديدة والمنافسة مرعبة للسيطرة على الأسواق الكبرى. النهاردة هنقابل الشركات المصرية الموجودة في قاعة رقم 26، وزي ما وضحنا لحضراتكم مصر شاركت بجناحين، الأول في قاعة سيتي كيوب برلين اللي قابلنا فيها شركات مصرية في حلقة امبارح، والتاني في قاعة رقم 26 وبينهم مسافة ما تقلش عن 3 كيلومتر. ولكن في المجمل الجناح المصري في القاعتين شهد إقبال كبير من المستوردين العالميين للحاصلات الزراعية، لأننا باختصار ملوك الموالح والبطاطس والعنب والفراولة والبصل الأخضر والفلفل والفاصوليا والثوم وغيرها كتير من المحاصيل الزراعية. دلوقتي احنا في القاعة رقم 26، وهي من القاعات الكبرى في مجمع ميسي برلين الخاص بالمعرض، ولقائنا الأول والحصري النهاردة هيكون مع الدكتور سمير النجار رئيس لجنة البطاطس بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة دالتكس اللي بقالها 61 سنة بتصدر حاصلات زراعية مصرية لأقوى أسواق العالم وخصوصا البطاطس، وهنناقشه في كل التحديات اللي بتواجه صادرات مصر الزراعية. بجد هنتكلم في كل القضايا الزراعية، ركزوا في كل كلمة هيقولها الدكتور سمير النجار. دكتور سمير النجار رئيس شركة دالتكس، 55 سنة تصدير، ربنا يديك الصحة. دكتور سمير، وانا جاي لحضرتك واول حاجة قلتها لك لو تتذكر، قلت لك المنافسة في البطاطس مش سهلة. انا وانا جاي شايف شركات عملاقة دولها واخدة صالات كاملة مش شغالة غير على البطاطس. ازاي الدكتور سمير بيقدر ينافس الشركات دي؟ دي شركات وراها دول وتدعم بقوة، حركوا في صدى ازاي؟ هو مين اقوى، الدول ولا سيدك اللي فوق ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا طبعا، اذا ربنا سبحانه وتعالى رزقنا الاخلاص، وانا معاك دلوقتي بكلم معاك وانا بشنيك وانا بديك نصيحه، لو انا مخلص هتوصل. اخلاص وشغل نشتغل، احنا كلنا كمصريين لو اخلصنا واشتغلنا احنا احسن دول. احنا مش محتاجين بترول، مش محتاجين ذهب، مش محتاجين بني ادم بيشتغلوا باخلاص. فأنا النهاردة بتعامل مع العميل بمنتهى الشفافية ومنتهى الإخلاص وما بضحكش عليه، ولما بيقع السوق وبكون متفق معاه على سعر أنا بنزل السعر، مفيش حاجة اسمها كده. عمر عميل ما ينفعش إن العميل بتاعك يخسر، إحنا بننزل أسعار، بنتفاوض، بنأجل الدفع، بنعمل كل الحاجة اللي تخلي العميل ده يعيش، ما أنا عايش عليه، ما هو ده اللي بيوكلني واللي بيصرف على ولادي وبيصرف على موظفيني وبيصرف علينا كلنا. النهاردة سعر البطاطس السنة دي تحديداً وحش قوي، احنا بقى لنا 3 سنين مقارنة بالسنة اللي فاتت. لا 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 لا، احنا بقى لنا 3 سنين، السنة اللي فاتت كانت أسوأ، السنة اللي قبلها أسوأ. احنا بقى لنا 3 سنين ودي السنة الرابعة يا رب، وهنطلع بسلام إن شاء الله. السنة دي أفضل من 3 سنين اللي فاتت بكتير. أما يبقى الجو، لازم يبقى عندي مرونة، اللي بيحدد منتج البطاطس الجو. أما أسعار السلعة، أي سلعة زراعية بترتفع قوي، يبقى معناها إن الجو أثر على المنتج، فالمنتج بقى قليل، فالعرض بقى قليل والطلب كبير فترتفع السعر. يعني ممكن كمياتنا تزيد في البطاطس في الصادرات؟ لا، تكون القيمة اللي جلنا أزيد. القيمة أزيد. أنا مش دعوة الكميات، أنا دايما بتكلم بفرش معك كميات يفرق معك القيمة. أنا بتكلم على القيمة اللي تدخل، لأن هي من إيه؟ قد إيه من العملة الأجنبية دخلت مصر؟ أنا متوقع إن شاء الله إن القيمة السنة دي أفضل من السنوات الماضية. طب أنا عايز أعرف دكتور سمير النجار، يعني ما شاء الله ما فيش ترابيزة فضيت من الزباين اللي جاية تاخد شغل من مصر، أساعدك إزاي؟ أدعمك إزاي؟ أقف في ظهرك إزاي عشان نكتر صادراتنا؟ خلينا نبص على الإسكيل الأكبر شوية. هو مصر مين لي بيجي لها عملة منين؟ السياحة؟
تصدير العاملين في الخارج. تمام. انا في رايي كل مسؤول فيما يخصه يجيب الناس اللي القطاع اللي يخصه ها يقول له خدامتك امنه طلبات والله الله هو انا النهارده لما بلاقي حد هيعمل لي نهضه في شركتي بقول له خدامتك. الزراعه بقى خلينا نتكلم في الزراعه بتاعتنا. الزراعه بتاعتنا زراعه. نعمل طفره ازاي؟ الطفره في 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 الزراعه ان وزيري اصل احنا المشكله احنا نتبع وزيرين مش وزير واحد، نتبع وزير التجاره وزير الزراعه. ده صحيح. واحيانا الخارجي هم مجتمعين الاسماء الجميله اللي انت قلتها دي يقولوا يا جماعه طلباتكم ايه واحنا موافقين الاول قبل ما تقول. مش لنا بس لاي قطاع يخدم في البلد جد والله لان البلد بتمر بمرحله مهمه جدا. البلد كان بينقصها بنيه اساسيه بتتعمل بقوه لا اتعملت النهارده البنيه الاساسيه اللي موجوده في مصر والله العظيم لم احلم بها طول ال 80 سنه من عمري. في العصر ده بالشجاعه دي لو احنا ما وقفناش جنب التصدير والسياحه والعاملين بالخارج الثلاث مصادر دول بكل قوه واللي يقف جنبهم الكل من تحت لفوق ومش من فوق لتحت. انا بتعامل مع موظف صغير وبتعامل مع مدير هنا وبتعامل هنا. انا كنت قاعد في اجتماع قريب جامعه رجال الاعمال مع الراجل الجديد اللي ماسك هيئه التنميه الصناعيه. ايه الروعه دكتور محمد عبد الكريم؟ ايه الروعه هايل فعلا. انا خرجت سعيد بمصر مش بمحمد. محمد هيجي ويروح وهيمشي. هو سعيد بمصر والله بيتحرك بشكل عاجل. انا مش متخيل ان في مصر ناس في الحكومه بهذا الفكر يا فندم اللي هيعمل مصر اولادها طبعا. والله العظيم لن يبني مصر غير اولادها ومش هيزرعها غير اولادها ومش هيصدرها غير اولادها هم اللي هيعملوا. فيا فندم انا بلخص الموضوع ان يقعدوا مع الثلاث جهات دول ويقول له خدامتك امنه ايه اللي انت عاوزه ايه كذا كذا كذا. مش هنا نيجي هنا في المعارض الاقي مهزله الاقي جناح مصر اللي كان بينوض والله العظيم في يوم من الايام وزير الزراعه المصري خد وزير الزراعه السعودي من ايده ولففه المعرض بتاعه. فوزير الزراعه السعودي قال له ايه؟ قال احنا ناس على قدنا كده مش هقدر اخدك الجناح بتاعنا. بفخاره جناح مصر السنه دي تزعل تزعل لما تشوف الجناح المصري. هيئه المعارض اللي اتاخرت في الرد على فروت لوجيستيكا؟ لا لا وحاطين شروط وحاطين بتاعه ومحدش ياخد اكتر من جناحين ومحدش ما ياخد اللي ياخد. انت زعلان ليه؟ مش عاوز دعم ودعموش اعمل اللي انت عاوزه. القضيه وبعدين يقول لي تكلفه البتاع ده يقول للناس بتوعنا بتوع مجلس التصدير تكلفه الجناح 18000 يورو. احنا لوحدينا بنكلفه 12000. انت بتكلفه 18000 ليه؟ كلام. لازم نخرج عن الحاجات دي. لازم الناس دول لازم يعيش في الموضوع. لازم كلنا نعرف ان المصيبه بتاعتنا كلنا والنجاح بتاعنا كلنا طبعا. مصر دي مش عندنا تكلفات يا جماعه. مصر حضرتك حاجه مصر مش بتاعت حد لوحده. مصر بتاعت ال 100 مليون. انت المعلم يا دكتور. لا عفوا اصل يعني دي بلد لا اصل انا فاهم حاجه عاوزين نفهمها تدير الملف بهذا الامر. لما البلد بتبقى كويسه احنا كلنا بنبقى كويسين طبعا طبعا. وين وين سيتويشن صح. انا بلاش انا حفيدي خلص هارفارد الحمد لله راح ماكنزي الشركه رقم واحد في العالم قعد فيها سنتين سامها وجا هنا في مصر في دالتكس عشان يخدم في دالتكس. جاي يكح ويشتغل ويروح الغيط كل يوم هتلاقيه كل من يوم من هارفارد على الغيط طبعا دي شغلته وشغلته طب الاداره يدير الشركه لا يا فندم مش هيعرف يدير حاجه مش فاهمها. لازم يزرع ويتعلم ويتهانم ويتقرف وناس تقول لا والعمال يتعبوه ما يلاقوهمش يعيش الكلام ده كله. فما يروح يعمل اداره بقى يعمل اداره حاجه فاهمها. فرحنا بتوشكا فرحنا بتوشكا. انا عارف ان حضرتك شغال شغل كبير جدا في توشكا مع جهات وطنيه كبيره جدا الحمد لله. فرحنا بتوشكا. مشروع جميل. مشروع كان يزعل سيبانه بنغيره تماما الخطط دي كلها. الدنيا اتغيرت هناك. الشغل في سرعته في ادائه في حسن تنفيذه كواليتي. وانت عارف انا يعني راجل بتاع كواليتي ما شاء الله. لا شغل ماشي بيرفكت. المساحات المتوقع من توشكا ايه؟ هدفنا التكليف كان ازاي؟ محتاجين توشكا تبقى ايه؟ يعني خلينا نبص لها من بره. انا ببص المشروعين دايما. المشروع ده اللي بتقوم بيه الخدمه الوطنيه او شركه شارع عونات والمشروع الاخر اللي في الشمال اللي هو مستقبل مصر طبعا. الراجل اللي ماسكه راجل فخر الدكتور بهاء الغنام. الحقيقه ده يعني ده ابني اللي بفتخر بيه. بني ادم بهاء ده بيحب بلده. هو معجون مصريه. بهاء عتني ايد نظيفه ونشاط بس بفكر. بني ادم بيفكر. بني ادم سليم. بني ادم صح. طب برضه قول لنا توشكا. عايزين نسمع عن توشكا شويه. توشكا جوانا احنا اتصرف عليها 7 مليار مش هنصرف عليها تاني. لا توشكا النهارده اتحط فيها مليارات وهتبقى بجد
الأمن الغذائي لمصر من توشكا؟ بالنسبة للأمن الغذائي والقمح، مش قمح بس، كل محاصيل استراتيجية. القمح ميزته إنك ممكن تزرع ساحات كبيرة لما يبقى عندك عكس، لكن أنا في رأيي لما يبقى ما فيش مشكلة في العالم والقمح متاح، لأن القمح بنزرع في بلاد فيها مطر، يعني لما بستورد قمح أنا بستورد مية. القمح المفروض إننا يبقى زراعتي زراعة محدودة استراتيجية علشان تأمني، عشان أعرف أشتري بسعر كويس، إلا في السنين العجاف اللي زي السنين بتاع أوكرانيا وروسيا. لكن عموما لازم المزروعات في مصر تبقى المزروعات اللي يبقى القيمة فيها عالية، واللي ما تبقاش رخيصة في الخارج، علشان نقطة المية عندي غالية طبعا، نقطة الأرض السليمة اللي تصلح غالية، الحاجات دي كلها غالية فبزرعها للغالي. كم جهاز رمي محور النهاردة في توشكا، والمساحات اللي ممكن تتزرع، والمساحات اللي اتفتحت؟ هو انا ما عنديش الارقام، ها، ولاش اتكلم فيها، لان انا راجل، انا يعني بمثل بس الاف 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 وشغل ونشاط واداره. كل دخل الخدمه بيتزرع النهارده؟ اي فندم. واداره، لان الموضوع ده محتاج تنسيق ما بين الشركه فالي اللي هي جايبه البتاع، ما بين شركات المقاولات، ما بين الهيئه الهندسيه، ما بين الشركات المسؤولة عن طنبات والمية، جهات كتيرة فيها كهرباء، فيها طنبات، وفيها اكس واي زد، يعني فيها كتير. فالتنسيق نفسه للناس دول هو التناغم الجميل اللي قامت به الإدارة في توشكا وشرق الوجهات.